نهضة المسلمين وصحوتهم لا تقوم إلا بالوحدة وصيانة العقل المسلم في سبيل بناء بشرية راشدة. هذا ما توصل إليه المشاركون في منتدى الوحدة الإسلامية 12 في لندن. المشاركون الذين قدموا من مختلف الدول الإسلامية استغربوا الدعوات التي تصف الإسلام وأهله بالبعد عن العقل والمنطق. عقل الشباب المسلم اليوم يتعرض إلى هجمة خطيرة، وهذه الهجمة نوعين من الهجمات متناقضتين، هجمة تدعو إلى مسخ العقل وأخذ العقل إلى حالة من التطرف والتكفير، والذي رأيناه في انخراط كثير من الشباب في الجماعات التكفيرية المتطرفة، وهجمة مضادة أخرى من جهة أخرى لمسخ هذا العقل وجره إلى الانحراف والضياع. صيانته من الانحراف والاغتصاب، اغتصاب العقل عن كل عن فطرته وعن طبيعته. العقل المسلم هو عقل بشري، لا يعقل أن العقل المسلم يؤدي به إلى أن يقتل أخاه. فلسطين تصدرت النقاشات بين المؤتمرين، وكانت محل إجماع في إدانة المحاولات الأمريكية وبعض الأنظمة العربية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يعرف بصفقة القرن، كما عبروا عن امتعاضهم من الورشة الاقتصادية التي ستعقد تحت مسمى الازدهار من أجل السلام في البحرين. هذا جوهر الموقف الذي على أساسه حوصرت إيران وضربت وتم التآمر عليها، ولولا وقوفها إلى جانب فلسطين صدقوني لجنيت لها خيرات الأرض، ولكانت مرة أخرى شرطي الخليج، ولكنها دفعت الأسمان في سبيل تبنيها لقضية فلسطين. هذه فلسطين اليوم أنا أعتبرها هي ضمير المسلمين، يعني بل شرط من شروط إيمانهم، لأن المسجد الأقصى هي مقدسات الإسلامية. المشاركون دعوا إلى تجنب المنطقة شر الحروب، سواء التي يشنها بعض الحكام على جيرانهم كما هي الحرب على اليمن، أو الحرب التي تهدد أمريكا بإشعالها ضد إيران. المؤتمر 12 لمنتدى الوحدة الإسلامية هدفه زرع روح الوحدة بين المسلمين ونشر ثقافة الوعي والتسامح، مؤتمر هاجسه الأول والأخير نهضة المسلمين ومواجهة التحديات التي تعصف بالأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. موسى سرور، لندن، الميادين.